يعني خلينا ايضا نحاول نتقرب حتى ندخل للمنزل ونشاهد ايضا التفاصيل اكثر حول الموضوع، حول وصول ايضا هذا الصهريج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو التفاصيل اذكر لي؟ والله قاعدين العائله يعني بدون ما ندري، والامور طيبه وكل شيء ماكو طبيعيه. سمعنا صوت كلش قوي وكانه الغرفه وقعت علينا. احنا يعني بصراحه شيء خارج البيت، جيت كسرت الباب لان اريد انقذهم. عندنا بنيه شابه تصوبت واطفال، يعني طفل عمره 3 سنين وطفل عمره 48 يوم، حتى ما نعرف شنو مصيره لحد الان. نقلناهم للمستشفى وما نعرف هسه عفناهم وجينا يعني لين نشوف البيت فارغ وماكو احد وما اعرف يعني. طفلين وفتاه شابه بنيه طالبه صيدله. مثل ما تشوف الغرفه، شوفها شلون وقعت الغرفه علينا، يعني هذا البناء والرباطات والكذا. هاي تفضل شوفه من هنا، شوفه الغرفه كلها وقعت. يعني البنيه الشابه كانت قاعده هنا، كانت تقرا طالبه صيدله مرحله رابعه، وقعت عليها الغرفه يعني بدون ما نعرف اي شيء، والجامد فلش والبيت كله انهز، يعني وكانما هزه ارضيه يعني صارت في البيت. ما اعرف يعني هسه اذا نشوف بالحديقه لقينا هويات مال الشباب اللي كانوا يلعبون طوبه وقاعدين بالقازينو هنا، ومثل ما تشوف هناك الدم بالقراج. ما اعرف يعني الله يرحم الشهداء والله يشافي الجرحى. يعني شفناهم هواي ناس توفوا وهواي شباب كلهم بعمر الورد. انت متواصل مع عائلتك اللي وصلوا للمستشفى، ذكروا لك شنو حالتهم الصحيه؟ والله بصراحه يعني بعدني حد هسه مو مخابرهم، يعني التهينا هنا كل ساعه يجون جماعه الدفاع المدني والشرطه واوراق تحقيقيه وكذا، وما نعرف بعد. هسه احنا خابرناهم البنيه مصوبه بالمستشفى. درجه الاصابه شنو؟ وين الاصابه صارت؟ يعني اصابات نتيجه سقوط الجدار اللي، لان هي كانت هنا تقرا بالضبط، فسقط عليها الجدار بالكامل يعني. فعندها كسور وعندها رضوض ببعض المناطق بجسمها. والاطفال يعني ما نعرف شنو حالتهم. عندنا طفل قلت لك 48 يوم يعني قام يبكي وفقد الوعي، وطفل 3 سنين ما نعرف بصراحه شنو مصيره. يعني بعدنا حتى ما شايفيهم يعني. وضع العائله، بقيه العائله وين وديتوهم؟ كلهم نقلناهم هسه جزء منهم بالمستشفى وجزء ببيت يعني بيت اقاربنا وديناهم. زين، تواصلوا وياك القوات الامنيه؟ شنو الاجراء اللي اتخذوه؟ شلون تعاملوا وياه؟ هم حققوا بالموضوع واجوا الدفاع المدني وقال يعني وعدنا ان احنا بس مطلبنا انه يشيلون هاي، لان يعني هسه موضوع خطر، احنا ما نعرف انه هو معرض الى انفجار ثانيه او خزانيه، يعني ما نعرف، هو شيء خطر هذا. فوجوده بالبيت احنا بس نتمنى من الجهد الدفاع المدني انه يعانونا برفع هذه الانقاض ان شاء الله. بدر، ان سالته حول ان كان هناك غير هذه الغرفه تعرضت للضرر؟ صرف لنا شنو وضع ما اعرف اي شيء عن الحادث. جزء من العائله؟ يعني اهل زوجتي. اهل زوجتي، شلون سمعتوا الخبر؟ سمعنا الخبر حالنا حال العالم وجينا شفنا. وضع العائله شلون هسه؟ الحمد لله هم يمي بالبيت. يعني نقلتوا اللي كانوا متواجدين هنا بالبيت البيت اللي كانوا هنا هسه بيتي. طمنتوهم وصلتوا؟ الحمد لله الحمد لله زينين. وضعهم الصحي شلونه؟ وضعهم زين زين تمام الحمد لله. نعم زميلي، ما سمعت السؤال، اذا ممكن تعيد السؤال. كنت اسال حول ان كان هناك ضرر غير هذه الغرفه التي نشاهدها الان بالصوره، هل هناك اضرار اخرى في المنزل؟ ممكن انا وياك والمشاهدين الكرام ايضا نصطحب. ما تعرفت باسم حضرتك؟ انا عامر. عامر، نعم. اكو جزء من البيت ايضا متضرر لو فقط هذه الغرفه؟ يعني هاي الغرفه والزجاج مال الواجهه الاماميه، هسه كل الغرف الاماميه اذا شاهدها وقع الزجاج واثر على اثاث البيت. ممكن ندخل البيت نشوف الجزء؟ والله قفلناه يعني لان العالم تدخل، وهاي بصراحه بس هسه تشوف اذا واضح من يمك انه السياج هذا كله انهار وهاي الغرفه كلها تفلشت. يعني والله بصراحه يعني اخاف، يعني اخاف اكو بي فد مواد سامه او يعني مواد ضاره. انت شوف هسه واضحه من هنا، هسه حضره الضابط دخل تشوفه، يعني هاي غرفه كامله، هي الصاله مال البيت انهارت بالكامل. يعني ويا الدفاع المدني وصلوا الادله الجنائيه؟ اخذوا بصمات؟ اخذوا اجزاء من والله جوي اخذه الخالي هو ابو البيت هنا. الانطلاق رايحين ياخذون يرفعون المعلومات من موقع الانطلاق. من موقع الانطلاق من هنا. اي وبعد بعدين ممكن يوصلون هسه؟ ده ننتظرهم والله كريم. ننتظرهم والله كريم. تمام. لحد الان عندكم 3 اصابات؟ ما اعرف نقلوهم وما اعرف وضعهم. ما اعرف وضعهم. يعني مثل ما تشاهد زميلي مشاهدينا الكرام، لغايه الان فرق الدفاع المدني هي واصله
إلى مكان الحادث، حاولوا يدخلون الآن مثل ما تشاهد بالصورة إلى المنزل. هذا ما تبقى من هذه الغرفة اللي وصل إلى هذا الجزء من الصهريج اللي استقر بهذا المنزل مثل ما تحدثنا الأخ عامر قبل قليل. مثل ما تشاهدون هذا الركام لغاية الآن، وأيضا عدد من الإصابات اللي لحقت بعائلة هذا المنزل اللي تسكن بهذا المنزل. الدفاع المدني لغاية الآن حاضر، زميلي عبد الله ذا يعني نصور جهود الدفاع المدني لغاية الآن، هم متواجدين يحاولون ان هم يتعرفون على تفاصيل وصولكم. تحدثي عن وصولكم، شنو الاجراء اللي قاعد تسووه حاليا؟ ان شاء الله الاجراء راح نحدد هسه مكان الحادث ونحاول ننقل هذا الصهريج هسه مننا، لان اجت الاليات مالتنا ونشوف هم سبب الانفجار، والاخير الراي الاخير راح يكون للخبير الادله الجنائيه ان شاء الله عن سبب الانفجار. بالبدايه يعني تحاولون مثلا ترفعون اجزاء من الانفجار وبعدها ترفعون الصهريج؟ اي اكيد اكيد اكيد. اذا تعرفني انا والساده المشاهدين بالتفاصيل. اكيد هو اذا خبير الادله حدد الانفجار بانه مثلا فعل فاعل راح ياخذون عينات حتى يفحصوها وكذا، واذا تحدد بانه انفجار نتيجه عمل او فتشي او كذا يعني سببه هو الغاز اللي بيه او هذا، راح ينسحب هنا بعد وهم يحددون ان شاء الله. كادله جنائيه دوركم انتم شنو اللي راح تقومون؟ احنا دورنا فرق انقاذ هنا نحاول، خاف اكو مثلا جثه جوا الصهريج ما يدرون بها كذا، يعني اي ضرر يسببه مادي مدني نحاول هذا احنا يعني نقلل الخسائر مالتها. كنتم متواجدين بالجانب الاخر بمنطقه القاهره؟ موجوده الرئيسي. الفرقه هناك موجوده، فرقنا هناك هم يعني. شنو المعلومات اللي عن المكان اللي يعني المعلومات الاوليه بانه صهريج انفجر، ماكو معقد مسفتش الله مسبقه فكذا، ما مطين اي معلومه عنه، بس صهريج انفجر. ايضا اكو بيوت تضررت من ذاك الجانب؟ اكو على الاسطح على هذا الجامات الشقق والبيوت كلها هم تضررت. هاي عملتوا مع الجرحى؟ نقلتوا عدد من وصلت فرق هنا ونقلوا عدد من الجرحى وعدد من الشهداء حسب ما نادوا بالجهاز قبل وصولنا. اهلا وسهلا. نعم زميلي، مثل ما استمعت لهذه التفاصيل حاليا من فرق الدفاع المدني مثل ما تشاهدهم متواجدين حاليا داخل البيت اللي استقر به الجزء من الصهريج اللي طاير من منطقة القاهرة وصولا إلى منطقة الطالبية. يحاولون يبحثون عن يعني قد تكون إصابات، قد تكون أيضا أجزاء من يعني بعض الأدلة اللي يتعرفون من خلالها، بالتعاون أيضا بعد وصول فرق الأدلة الجنائية بعد قليل إلى مكان الحادث من أجل معرفة ملابسات الحادثة بشكل كامل، إن كان مثلا بانفجار يعني للصهريج عن طريق الغاز الذي كان موضوع فيه، أو لربما مثلا يعني لوضع شيء متفجر في هذا الصهريج. لغاية الآن عمليات البحث والتحري هي مستمرة لغاية الآن في المكان كما تشاهد أيضا بهذه الصورة التي تصلك الآن بشكل مباشر عن هذه العمليات. القوات الأمنية متواجدة الآن، دخلت إلى هذا الجزء كما تشاهد الأدلة الجنائية. لربما نعم الآن هذه هي كوادر الأدلة الجنائية وصلت إلى مكان الحادث، تحاول معرفة الأسباب الخاصة بالانفجار وأيضا طبيعة هذا الانفجار، إن كان عن طريق مواد متفجرة أو لربما الغاز المتواجد في الصهريج. لغاية الآن عمليات البحث والتحري مستمرة، بالإضافة أيضا إلى فرق الدفاع المدني كما تشاهد أيضا يحاولون معرفة التفاصيل. دعونا لربما نستمع قليلا إلى ما يتحدثوه من أجل أيضا إدامتنا بقضية معرفة التفاصيل والمستجدات. نعم يعني مشاهدينا الكرام، نحن نتواجد لغاية الآن في مكان الحادث، وكما تشاهدون فرق الأدلة الجنائية حاضرة وصلت إلى مكان الحادث في هذه الدقائق. كما تشاهدون هذه الفرق الآن تقوم بعمليات
البحث والتحري، كما استمعنا أيضا إلى الأدلة الجنائية وهم يتحدثون حاليا قبل ثواني من الآن بأن الانفجار ناتج يعني انفجار الغاز المتواجد داخل الصهريج، كما تحدثت فرق الأدلة الجنائية حاليا قبل ثواني بأن الانفجار هو ناتج عن انفجار الغاز المتواجد داخل الصهريج، وأن هذا الغاز المتواجد داخل الصهريج هو الذي تسبب بالانفجار لهذا الصهريج، وتسبب أيضا بأن هذا الجزء يعني تطاير من جانب منطقة القاهرة وصولا إلى هذا المكان. أيضا لغاية الآن كما استمعنا قبل ثواني من الآن بأن الجزء يعني من الصهريج هو مغلف بشكل جيد، بالتالي يتساءلون بعد رفع الأدلة الجنائية ويبحثون عن الإجابات بعد إتمام عمليات البحث عن. نعم بدر، استمعنا إلى شهود العيان والحديث المطول حول تفاصيل الصهريج. هناك من تحدث بأن الصهريج كان يسير، وهناك من قال أيضا بأن الصهريج كان متوقف، وربما المسافة التي قطعها الصهريج بعد الانفجار وتطاير الشظايا ربما هذا جزء كبير من الصهريج واستقراره في أحد المنازل، كذلك ربما الأعداد الشهداء والجرحى ربما هي مرشحة للازدياد كما سمعنا.